ماذا لو جربت كل شيء وما زال طفلك يبكي باستمرار دون توقف؟ تحاول الأمهات بذل قصار جهدهن لجعل أطفالهن يتوقفون عن البكاء من خلال خطوات عديدة، مثل إشباع الطفل بتغذية جيدة وتدفئته إذا كان الجو بارداً، وتخفيف ملابسه إذا كان حاراً، وتغيير الحفاضة، ومحاولة هدهدته تحسباً لأن يكون راغباً في النوم ولا يستطيع. لكن الخبراء في هذا المجال يقولون أنه إذا استمر طفلك بالبكاء بعد كل هذه المحاولات فيجب القيام بعدة أمور لمساعدته، لكن قبل ذلك حاولي أن تحافظي على هدوئك رغم البكاء المستمر لرضيعك الذي لا تستطيعين إيقافه، فلست وحدك من يعاني منه. واستخدمي الضوضاء البيضاء، فهي تساعد على تهدئة طفلك، مثل تشغيل أصوات مألوفة للطفل أو حضن الطفل كي يستمع لصوت تدفق الدم في جسدك ونبضات قلبك، ما يجعله يطمئن ويشعر بالراحة. وحاولي تمييز اختلاف صرخات الجوع عن صرخات التعب من خلال ملاحظة نبرة الصوت ومستوى الضوضاء وكثافة البكاء، بالإضافة إلى لغة جسد الطفل وتعبيرات وجهه. كما ينصح بإحكام قماط الطفل، فهو يشعره بأمان العودة إلى الرحم ويهدئ من روعه. لكن إذا استمر الطفل في البكاء ولا يمكن التحكم فيه أو تشتيت انتباهه، وكانت صرخات بكائه غير طبيعية، فقد تكون هذه علامة على كونه مريضاً. وإذا كان الصراخ مصحوباً بأعراض أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة، عليك مراجعة الطبيب في الحال.